لنا اليوم شو مجهز لنا؟ صراحة اليوم راح نسوي أفخاذ محشي، راح نسوي عندنا أفخاذ دجاج، طبعاً جبنا من هذا الأفخاذ الدجاج، وعندنا أيضاً برياني، سوينا برياني، وعندنا أيضاً خلطة راح نخلي هذا الدجاج بالخلطة، وبعدها راح نخلي بنصها البرياني، وراح يكون عندنا سيليفون راح نلفه بسيليفون، يحتاج لبعض الوقت حتى يستوي، يكون جاهز ممكن 30 دقيقة حتى يستوي. بداية بالنسبة لمكونات هذا الطبق راح نستخدم 600 غرام من الدجاج، طبعا أفخاذ الدجاج راح نطلع العظم مالهم ونشفيهم، وبعدها راح نخلي وياهم التوابل. راح يكون عندنا برياني، طبعا البرياني مكون من تمن وشعرية وبطاطا وكشمش. خذ الدور يعني فعلا هو أنا دائما دور المطبخ أحبه، واني الأكلة اللي ما راح أكل منها ما روح مع العلم أنا بالبيت جدا عجوزي، فوق ما تتصورين عجوزي بموضوع المطبخ يعني وطبة المطبخ. كنت أريد أقول لك أنت تحب المطبخ تحب الأكلات ما تحب تشتغل، يعني صراحة لا أحب يقول لك ديزاين محمد المطبخ. إذا فات المطبخ يسبب كوارث بالبيت ها يعني بس من أهلي ماكو أما إيه هو من أهلك ماكو مرة مرة سمعت مسبب لك كارثة أنت إيه يعني مشكلة يعني هذا المطبخ يصير يعني يدمر ترى معظم الرجال يعني معظم الرجال من يفوتون المطبخ أوكي حتى ذا يعرف يطبخ بس أكون قلابات تصير ويا الطبخة نعم نعم معاني الظاهرة سيد معاني نعم بالجديد نعم بالنسبة لهذا الطبق مكونات راح تكون كالآتي راح يكون عندنا أفخاذ دجاج 3 قطاع 600 غرام وراح يكون عندنا برياني مكون من تمن وشعرية وبطاطا وراح يكون عندنا ايضا زنجبيل بالنسبه لتتبيله زنجبيل وراح نستخدم الفلفل الحار قليل من الفلفل الحار هاي تبقى حسب الرغبه اللي يحب يخلي واللي يحب ما يخلي راح نستخدم ايضا قليل من الكمون وراح يكون عندنا ايضا ملح وراح نستخدم الكاتشب ونخلي قليل من الفلفل الاسود وراح يكون عندنا ثوم راح نستخدم ايضا زيت زيتون تقول لي لا تاكل اذا ثوم بس ليش اي ثوم ويا دجاج شيء بسيط راح نقلل من عنده حتى تاكل شنو خلاص اوكي زين بالحراره يروح ك مفعو هاي كل حلقة عزانا المشاهدين بالنسبة للريحة يعني تقصد؟ كريحة وك شوف بالنسبة للريحة بالنسبة للريحة إذا هو بصل أو ثوم من ينطبخ ماكو ريحة بعد أكيد يعني من ينطبخ خلص تروح الريحة يعني خاصة البصل والثوم من ينطبخ والمعدة حساسة من الثوم يعني بالطبخ بنفس الموضوع صراحة المعدة الحساسة ما أعتقد من الثوم لأنه الثوم هو أكبر علاج للمعدة وللجسم أنا صراحة جدا حساس من الثوم شوف انت اذا تشي ما تحب تاكله حتى لو 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 يسوي لك 100 شغله زينه انت راح تطلع وحده مو زينه يمكن حاله نفسيه يا عمان يعني شلون يعني البصل نفس الشيء البصل لا انا البصل لا مو حساس مثل الثوم ابد يعني انا على سبيل المثال طبعا بين ما تعمل هاي القصه طبعا حكى ليها ياسر انه حبيت الحمص بطحينه اللبنانيه نعم اوكي طبعا هي بيها اختلاف عن السوريه والسوريه بيها اختلاف عن العراقيه فقمت يعني ادمنت عليها قال لي ياسر خبطوها بثوم بها ثوم طبعا دا اقول لك معظم السلطات اللبنانيه بها ثوم كرهتها قمت مستحيل اتقرب لها ليش مو انت ما اكلها يعني ما ادري زين والموضوع عنده اعتيادي فعلا يمكن العامل النفسي اسير اتوقع صحيح. العامل النفسي انا قلت لك عندي تحسس من الثوم بس انا احبه بس ما اقدر اكله يعني مو انه انا اكرهه بس المشكله بال يعني تحسس المعده من عنده انا ايضا نفس الشيء عندي مشكلة التحسس قلت لك هي هاي المشكلة حتى ترى الهمبرجر انت مو تاكل همبرجر محمد همبرجر طبعا كون بيه شيء بسيط همبرجر يعني لازم ينحط لك الحرام من اكل لو ابشرك لا لا هي الحرام من اي من اكل جديد لو ندري ما قايل لك شيء بسيط يعني ما تاثر شوف يعني البصل الثاني ما اكله بس اذا يكون موجود يعني فت اكله شيء بسيط او نعم. ينطبخ يكون ناعم يعني هذا اقدر اكله مثل تجرد العظم صح نعم اشيل العظم اطلع العظم ليش نعم على موت يصير نقدر نلف الدجاج تقدر تلف الدجاج نعم نخلي برياني بنصه ونلفه ونخليه بسيليفون حلو امين رادلها تقنيه هذه سالفه واحد يطلع العظم يعني هي هو العظم لا سهله جدا صدق والله حيل سهل بس شلون اسن ورطه بس يقعد تطلع العظم طول بها الحلقه لا كلها لان اني اشول الدجاج وطلع عظم الدجاج اطلع لازم لا انا ما اطلع عظم بس هذا مثل الطريقه اللي يسويها عماد اتبعها اتبعها سهله اذا تتبعها تبقى سهله عليك اذا ما شو اسمه اثنين الدجاج شويه بالعظم اطيب من بدون عظم صح صحيح بهوايه هي اللذه بالعظم بالعظم فعلا
اكو ناس تحب يقول لك انا ما احب اريد احب اسوي دجاج مسحب. دجاج مسحب ينجح بالمطاعم. هسه تلقى بالبيوت الناس اللي يسوون دجاج اغلبيتهم يسوون الدجاج مع العظم يكون اطيب. نعم نعم, نعم. عجبنا موضوع الطريقه السريعه اللي لازم تصير مال شنو؟ مال هذا؟ ما اي مال نقول وحتى العظم ينسحب من الدجاج. اي يعني مو صعبه. ينراد فد يوم نسوي مشاوي هيك بالهواء الطلق ونخلي محمد يشوي لنا. اوه يحب الشوي. طبعا بالمناسبه هي طريقه عماد, يعني مو جديده. اذا البصل فهو طريقه عماد, اما موضوع التتبيله فالتتبيله مدارسي. نعم, كل من اللي مدرسته الخاصه إيه حسب ذوقك التتبيله. فعلا. بس اني مره انت دا تحكي لي على شلون تشوي الكباب, لا تاكدت انه انت شواه يعني موصل ياهو منهن مال الخير. من تقول احطه كله بشبكه. اي 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 خلص إيه. هذا حتى لا يوقع من الشيش. هذا غنم 100%. اي بصراحه اي يعني حلوه, حبيت هالفكره. جربتي؟ اني ما جربت والله, بس قلت لها لامي إيه؟ هي جربت. انا ما جربت. اي بوجود بابا يعني ما تقبل احد يشوي عندها. يا بابا مبين على خاله طباخه 100%. عندها متعه متعه بس مبين عليها. انا عندي النظره الاولى اؤمن بيها بموضوع الطبخ. ايه. يعني عندي مثلا بابا عشي خلص اتاكد انه هذا طباخ. لا بس بخشش بيها تقول لي انت مو طباخه, مع انه انا طباخه. صدق؟ لا احسك مو طباخه. احس لا لا غلطان والله. مع العلم هديل احسها طباخه. يعني انا اقوى حسب راي امي والجماهير. اي هاي جوز امك تنحاز ليك فتقول لك شيء. لا تدري شنو, انا من هواة الطبخ الغربي مو يعني شرقيات. انا اصلا قليل اكلها. اي غربي يعني الاكلات الغربية. اي يعني مو طباخ 100%. وهيك شيء وهالسوالف الاكلات الايطاليه وما ادري. اذا غربي يعني مو طباخ 100%. لا انا هواته, انا احبه. انا ما احب اطبخ شرقي. اوكي بس انا ما احب الشرقي. يعني انا صراحه ما يعني هسه يعني اوكي اسوي دولمه ممتازه, اسوي برياني, اسوي دجاج محشي ومقلوبه يعني بالمناسبة. جميع انواع معلومه جديده ما ادري اذا تعرفون بيها لو ما تعرفون بيها. شنو؟ المطبخ الايطالي 90% يعتمد على شنو؟ على شنو؟ على الجبن. غير الجبن, هو مو يعني الجبن يعتمد بس مو 90%. 90% يعتمد على الثوم والبوتيتو. بوتيتا كل اوروبا محمد. 90% كل اوروبا. بس الفاجئني انه 90% ثوم. المطبخ وانت الايطالي كل يوم بالايطاليا شو تاكل؟ والله بيتزا صراحه. لا ما بيها ثوم. اي هو هذا الموضوع الوحيد. بس انا مو مع الاكل الغربي, انا مع الاكل الشرقي بكافه اصنافه. من جماعه يعني المطبخ التركي يعني. هسه التركي ما بيثري بس مطبخ شرقي. الايراني ما بيثري بس مطبخ مهم. يعني المطبخ الايراني اني قليل ايراني اعتبره اقوى من المطبخ التركي. لا واقوى من المطبخ الشامي. وين هاي؟ وين واقوى من المطبخ العراقي. وين ماكل انت ايراني صراحه؟ هنا دا اكل ايراني ومعود نصاده نروح ايران. كل شيء ماكو اكل بالمطاعم والله. حتى بالامارات يقولون الاصناف اللي موجوده تمن وشيش كباب ولبن. هذا كل المطاعم. لا 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 ذبحوني سلطات. اجيب لك اكل ايراني وادوخك بيه. لا هنا أنا اكو مطعم ايضا ايراني اسمه نار. نعم يعني رايحت له اكثر من مره يسوي اكلات بس هي يعني بايران هي ما يسووها ما ادري. طبعا انا احد الاصدقاء اللي موجودين هنا يعني من الجالية الإيرانية اللي عايشة ايه بكردستان صراحة أكلهم فلا أروع. ايه ولا أطيب. هم مرتبين بالطبخ بس قلت لك الأصناف المقبلات ما يعتمدون عليها. يعني التمن عندهم طعم التمن غير شكل. تمام. بس أنت عندك المطبخ التركي. تعرف أكو جدورة خاصة عندهم لطبخ التمن. يعني صراحة ما أدري أنا ما سألت عن الموضوع. جدورة بخارية. ما حبيت إنه أبين لهم إنه أنا متعجب زايد. بخاري بالموضوع. بخاري ينطبخ اه التمن. عماد لازم بالسيليفون نغلفه؟ نقدر يعني نسوي بالسيليفون, نقدر بدون سيليفون. اذا نحب نسوي بدون سيليفون هذا الدجاج مو نلفه ونكمل. ايه؟ نسوي بقطع سيليفون مثل الخيط او بالخيط نفسه نلفه بالخيط ونخلي هذا الدجاج بالفرن. بس هذا لازم تكون على درجه حراره اقل حتى يستوي الدجاج. مثلا الدجاج نعم نقدر نسلقه بس نقدر مو نقدر نسلقه بس مو بهاي الطريقه. نقدر نسلقه اذا يكون وياه خضروات لانه تمن اذا يفوت شيء مي قليل بنص السيليفون يعني التمن راح يتدمر. بس اذا خضروات يعني يصير هالموضوع لو غير يعني طاقل. نسلق دجاج إيه؟ اذا نسلق دجاج بعد ما نقدر نلفه يعني ينكسر. ينكسر نعم.
يعني انت الدجاج بتكون قطعه مثلا كامله دهن نحط على السليفون حتى نعم شيء بسيط حتى فتح ما السليفون نعم. يتم بسهوله نعم هاي وحده وثاني شيء طبعا هذا يسمونه سيلوفين ناس يسموه سليفون ناس يسموه قصدير ناس يسموه الومنيوم ورق الومنيوم يعني كل واحد يسميه له تسميه سليفون سيلوفان اشكال يعني لا هو المناطق الوسطى تقريبا من العراق يسموه سليفون اما بغداد يسموه سيلوفين حلو انت ما ادري سليفون سليفان وبلوبنا يسموه سنيتا هو يدلع هو الاسماء دلعية كثيرة عماد هذا انت ما متبله يعني قبل بيوم لا لا زين وشلون يعني يستوي عادي يلحق مو احنا خلينا التوابل شوية ازيد ايه ايه ودقيته حتى نعم يعني نعم دقيته لا هو الدجاج ما يحتاج لشيء يستوي بسرعة ما انا اقول اللحم يستوي اسرع اللحم تخالفني الرأي يعني بالسيلوفون بهي الطريقه قصدك لو بغير طريقه بالسيلوفين قصدك يعني اذا اذا لحم يكون حبل ظهر انواع اللحم اذا حبل ظهر يستوي اسرع صح. واذا لحم مفروم يستوي اسرع بس اذا كان لحم هبر ما يستوي اسرع لا. ها يعني قصدك لحم عجل نعم لحم عجل نعم شوفي اللحم اسرع هسه شوف اذا لحم مفروم مع العجل راح يستوي اسرع حلو. لانه اللحم المفروم ما يحتاج لوقت اذا كان لحم مفروم او اذا كان دجاج مفروم جميل يعني يحتاج لوقت اقل من هذا حلو. واذا كان لحم عجل حبل الظهر يكون جدا لين هذا فعلا. هذا يستوي من حاله يعني اكو بعض الناس ياكلوه هو ني طبعا احنا بما تخلصنا ايضا نعم. اكو موضوع جدا مهم سمعته سيدي يعني بالمطبخ بشكل عام اللحم المجمد بالطبخ يفضل اكثر من اللحم الهسه يستوي اسرع يعني صراحه ما اعرف شنو التجميد اتوقع هو بموضوع الاعصاب الالياف والاعصاب له علاقه التجميد بيعني تفتيت او اهتراء الالياف صح يعني يقول لك اكل المطاعم طيب لسبب تخزين اللحم لمده اطول مجمد مو فريش مو فريش فعلا صح طبعا هو اللحم او الدجاج ايش قد ما يتبل يعني ايش قد ما تسوي تتبيله بالثلاجه هي مو بالخزينة بالثلاجة هي المشكلة وين يعني هو سر نجاح الأكل وين أنت من تسوي هسه أسوي صدر دجاج أقطعه وأسوي تكة نعم. ساعة اللوخ إحنا نأكله ما راح يكون طيب مثل ما أنت تسويه هسه وتأكله باكر من تسوي هسه وتأكله باكر راح يكون بنكهة راح يكون يلحق يتبل يكون بنكهة تعمره قصدك يتبل تضمه طبعاً يتبل طبعاً إيه؟ هسه هم الطباخين شلون هسه انا اشتغل بمطعم من الليل اللي يحضرون من الليل احضر صح ايه من الليل احضر واكمل من الليل التتبيله عماد ياهو الاكثر له تاثير على اللحوم الخل او الليمون على اللحوم كل حمراء لو بيضاء يعني شوفي لا الحمراء شوفي كل لحم ولا يعني طريقه يعني انت شلون تسوي يعني اكو بعض الطرق هسه لحم تسوي سلطه لحم تسوي قليه لحم تسوي لا يعني مثلا بالمشاوي مثلا بالستيك بالمشاوي ليمون اقوى من الخل مو اقوى بس ينطي طعم اطيب فعلا الستيك ليمون الخل يعني طريقه اكو ناس تحط خل اكو ناس تشتم ريحه خل وتبتعد لا عماد اكو ناس تحط الخل حتى لما يعني اللحم من ينسرج يقولون يساعد انه يهتري الخل شنو يساعد؟ يساعد انه اللحم يستوي بسرعه يذوب يموته هذا يساعد انه بس اكو ناس يعني ما ترغب الخل ليش؟ يعني خاصه خل التفاح بس تشم ريحته تنهزم يقول لك هاي شنو هالريحه شنو هذا زين الصودا همين لها نفس التاثير هاي يعني سمعت انه ناس يخلون انا اشوف تاثيرها سلبي صراحه بكل صراحه ايه. صودا استعمال اذا يكون صحيح او غلط محمد حبيبي الصودا طريقه الاستعمال اذا انت تعرفين تستعمليها اللي هي بيكربونات الصوديوم طبعا مو صودا الشرب يعني صودا البودره اي صودا اذا انت تستعمليها صحيح راح تنجح يمش الاكله يعني على سبيل المثال محمد يريد اليوم يسلك لبلبي محتاج لبلبي ايه؟ اذا هو مستعجل من اول ما يبدا يفور المي مباشره يخلي هاي الصودا مو من قبل ما يستوي يجي يخلي صودا ما يصير ف ما عندنا وقت يعني احنا صراحة بعد 5 دقائق عندنا بدنا ننتظر اقل من 5 دقائق تخلص اقل من 5 دقائق حتى بعد الضيف اذا مثل ما قلت لك واكو بعض الناس اللي ما يحب يستعمل الصودا يعني تسبب اكو ناس بعض الناس وهي صحيحة هذه المعلومة هي تسبب مرارة تسوي مرارة تسوي بالاكلة مرارة وتأذي ايضا يعني صراحة تحسين اللحم مو اوريجينال غير لونه يقول لك تغير لونه تغير طعمه اكو حلول سهله يعني ممكن نعطي حلول سهله اللي يحب ما يخلي صودا ممكن انا راح انطيح
حلول اثنين. شنو؟ واحد الواحد الاول يعني هاي اثنيناتهم اللي انطيها هي اثنيناتهم زينه وسهله وبسيطه. نعم. الواحد مثل شاي مثل شاي قطعه من هذا السيلفون وقطعه من هذا السيلفون او مصفي مال شاي اخلي بيه مثل قليل واخليه بنص الجدريه اذا كان لحم او لبلبي او هذا. تقصد المصفي هذا اللي ابو الغطاء اللي يتقبغ؟ انا ما انا مو على مود مصفي، انا على مود هذا البثل مال شاي ما يروح ما يوقع يعني ما يوقع يبقى شنو علاقته بس هذا الشاي هو اللي يخليه يستوي، هذا يصير مثل الهيتر جوا. هاي وحده زين. مو ينطي لون ينصبغ مو مشكله، هو اللبلبي انت راح تسوي غير لون، واللحم انت راح تسوي تشريب او تسوي قوزي جديده مره ما راح ياثر. هاي وحده. وهو مثل ايش قد تخلين هو تخلين شيء بسيط جدا يعني مو ما تخلين هو. هاي وحده. وثاني شيء تخلي قول قلت لك ايش يابا حيصبغ نعم يعني اهم شيء ستايل الاكل بيغرى ايه يعني يصير اسود. وثاني شيء وثاني شيء اكو من ما يستوي اللحم او شيء خاشوقة مثل هاي خاشوقة تخلين خاشوقة اثنين تخليها بالجدرية مع اللحم هذا من يحمى شنو يصير يصير مثل الهيتر الداخلي ويضرب حرارة قوية جدا قوية يقوم هذا اللحم يستوي فعلا الشاي بخارة قوية. وبالنسبة للشاي راح انطيش مثل حتى يعني أقنعك هسا شاي أجيب شاي هسا بشكر وشاي بدون شكر أطيش هذا وأطيش هذا هذا اللي ما بيه شكر ما راح هذا اللي ما بيه شكر راح تحترقي هذا اللي بيشكر ما تحترق نهائيا. انت شايفه القوري مرات يعني ما صايره مثلا سامعه واحد واقع قوري عليه يحترق بينما هذا الاستكان او الجلاس واحد ينطيش يكون بيشكر اذا يطش شوي ما راح تحترق. انا انطيك حل ثالث نطبخ اختصروا بس عندنا الضيوف دا ينتظرون اخرنا نطبخ بجدر الضغط وبلا هاي الاضافات كلها. لا تقولي لي جدر الضغط مو اطبخ بشاي اطبخ بقهوه ولا تقولي لي جدر الضغط أنا جدر الضغط يبتعد عنا 10 كيلو يعني طبعاً سيطرة طبعاً هو قد مفيد بس أنا كلش أنرعب من عنده الله مفيد الطقة مالته يعني مستقبل مستقبل ضاع بس يا حبيبي من تستوي بيه من يستوي بيه لبنبي أولي شلون يستوي؟ الحين عماد دمرنا نفسيا يعني في يوم مثل هذا اللبلب من يستوي أجيبه وأسوي حمص بطحينة لك بدون ثوم الله يعني بس بالخلاط تخلطه وانت نخلي توابل كل وراشي شيء صح نخلي كل شيء توابل طبيعي بس ثوم ما نخلي ثوم طبعا احنا عماد افتح لك راح اخلي بالفرن طبعا ماني كملت ايش قد تريد 160 160 هاي شايفه من واحد يريد ينهي الفقره يلا بسرعه يقوم يساعد يقوم يبتكر شغلات صراحه ما اخذت وقت يعني ربع ساعه اخذت انتم كنتم ملتهين بالسوالف طبعا يعني صار بيها بروده شويه هسه نقدر نطول هذيك الساعه يعني تعرفين شنو المشكله اسيل هذا السيلفون هاي الاكلات اللي نسويها بالسيلفون يعني تتحمل ساعتين تتحمل ساعتين انت لازم تقولي بثلاث لغات سيليفون سيلوفين ورق الالمنيوم نعم تبقى بحرارتها أو ساعتين أو اذا ما نفتحها من السيلفون اذا ما نفتحها من السيلفون بيها تبقى بحرارتها طبعا خليكم يعني ساعتين ثاني ما بالنسبه لي ما عاجبني وضع القعده بشكل عام خل اجي عليك شويه اشوف الاجواء يمك شلون هاي السيلفون تريد اساعدك يعني صار فيها برود خليها بصحن عماد لو شلون اي راح نخليها بصحن عندنا هذا التمن لا خم افتحها هاي لو حرامات اخليها عماد اي افتح ليش تخليها خليها يعني سويها شوكليتات هيك شوف لاحظ هاي الحركه حيل حلو هاي حركه فنان لا تقولي لي اوه نقدر نقطع هذا الدجاج ونخليه على اطراف عماد خفت الظل لازقه ويقول لي خربتها فغلست على الموضوع عشان ادب لك الورقه اخاف يسوي لي مشكله ويسوي لي سال يقول لي خربت الاكله ليش ما تعوف هيك يا عماد لو حتى يكفي الشباب يعني صراحه يعني مو مستويه غاديه لوز اذا لوز اذا اذا العظم هم يعني الناعم ده يتكسر المشكله اذا خليناه هم ثلاث قطع ايه ثلاثة ياكلون وستة ما ياكلون لا فانا اليوم الشباب امورهم ماشية وكلها ما حياة العزوبية راحت وما حظت زوجناهم كلهم كلهم تزوجوا وخلصنا منهم بس محمد يعني محمد بس خطية اللي لازم تدير بالك عليه يعني صراحة انا اتاخر بهذا المشروع شوي لان دا اشوف اموركم انتم تخربطت من نويت على هالمشاريع اي والله هسه بنجيب طاري الخطوبه قدام اسيل يعني دا اقول هسه راح تاخذ احتمال تاخذ اجازه فد شهر
على شنو؟ وهي مو تعرف كل سنة تأخذ إجازة شهر. هاي السنة ما راح تتمرف. لا لا إجازة على عرس. على عرس. طبوني بطلعني إجازاتي براضية الحمد لله ما عندي إجازة ترفيهية. لا هي خطيه رادت تاخذ مال الخطوبه بس هي سوت لنا سالفه انه هي مريضه واخذت لها على مود ما لحقت الله وكيلك يومين الثالث يلا ان شاء الله على العرس على العرس يجيك ابو صدام ويجوك الشباب هم عاد ما يصدقون وهناك عاد انا وانت بيوم واحد شوف شو وقت تنوي خلاص هاي هي يا عمي وتنظيم الشركه اللي ببالي ببالي هم مجانا ينظمون اتمنى صوره قريبه من المصور حتى تكون انطبقت هاي الفره ماكو والله داخل برياني شو تريد هاي الزوم بنص الماعون الله عماد الله عليك يعني هذا الطبق جدا مميز وسهل يعني ما بي صعوبة أسيل يعني اكو خاشوقة كان شوية قلت لهم طيل طيل وين الخواشيق شلون دريد نشوف الهاي لا خلي ورا بعد ورا ما تخلص الحلقة اي عفوا اني ورا رجع ضبها بالفرن انا دائما بس دا احاول اكسر حاجز الخجل الاكل قدام الكاميرا يعني هذا الموضوع لازم اتغلب عليه عندنا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله ايش عبد الله جيب جيب ثريد ياكل عادي ما عادي لا انا ما ادري عبد الله يعني وجوز عبد الله تعرف شنو طريقته ناسكه هيك كيوت زين يعني هذا الموضوع مو يهمني موضوع الكيوت انت اخو تدري ما يحتاج صحيح طبعا نروح طبعا للفاصل الاخير شويه نغير الجو حتى الختام يصير ويا اسي لان ما يرهم اختم منه وهي من ايش قد بقى عندنا وقت عندنا خمس دقائق بس اوكي خلص نروح الى فاصل اعزائنا المشاهدين وبعد الفاصل مباشره نختم وياكم